بخصوص قضية القسط. قضية القسط دلوقتي مثلا عندي دلوقتي مثلا مثلا شغلانة هتكلفنا 5000 جنيه. ايه؟ عندي مثلا في بعوزة هتكلف 5000 جنيه. لو العميل دي بكاش ب 5000 جنيه قلت ب 6000 جنيه. ما فيش مشكلة التأخير ده، بس أنت تملك السلعة؟ أملك السلعة لا، دي شغلانة مثلا ضربة خرزانة. لا حرج بهذا التوصيف اللي أنت. العميل بيقول لك أنا هديك 2000 جنيه مقدم والباقي يحسب لي فايدة على الباقي من 5000 جنيه. لا هذا لا يجوز. سلام عليكم.